المهم على بركة الله متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في مباشر جديد وهام الجماهير الوداد والرجاوي والجماهير المغربية عامة. حنا كنتواجدوا امام مركب محمد الخامس معقل انصار فريق الوداد والرجاء، مركب الاسطوري، المركب اللي شهد على انجازات كرة القدم المغربية وانجازات كذلك فريق الرجاء والوداد. فالمركب اللي شهد مباريات تاريخية ولا غتبقى في اذهان الجماهير معا. لكن للاسف دابا تقريبا عامين هو طور الاشغال، الجماهير او فريقي الوداد والرجاء يعني كتنقلوا ما بين ملعب البشير المحمدية ما بين ملعب البلدي ببرشيد، واخبار على ان هذه السنه ان شاء الله الوداد والرجاء غيستقبلوا المباريات ديالهم بمركب العربي الزاولي. داكشي علاش مشاهدينا الكرام حاولنا اننا نقربكم اكثر من الصوره هنا من مركب محمد الخامس او مركب الرعب كيف ما كيبغي يسميه البعض. دونور بدات كتبان الملامح ديالو والشكل الهندسي الجديد اللي غيكون فيه في هذا المباشر. غنقربكم اكثر من الاشغال فين واصله، لا سيما وحنا ان شاء الله مقبلين على تنظيم تظاهرات عالميه الكان اللي غيكون ان شاء الله هنا بالمغرب في 2025، كوب دي موند 2030 ان شاء الله اللي غيكون في المغرب. كنظن على ان دونور من بين الملاعب اللي غيستقبلوا هاد المباريات، ولكن لحدوث الساعه الاشغال مازال مستمره. واش الاشغال كتمشي مباشره سريعه او بطيئه؟ كنشوفوا اننا كاين غرياج على طول الملعب، الملامح ديال الشكل الهندسي الجديد كيف ما كتشافوا معنا مشاهدينا الكرام فراه بدات كتبان هنا بدونور، ولكن المدرجات مازال كما هي، العشب مازال ما تمش العشب، وكنظن انا مازال الوقت بعيد على العشب. مجموعه من الامور مازال خاصه تصلح لا في قلب دونور لا في محيط دونور، خصوصا ان دونور كيف شاقر نقدر نقولوا المرافق ديالو، المرافق ملي كنتكلموا على مرافق يعني ما كاينش بلاصه فين ياكل الجمهور فين يريح الجمهور، يعني على شان او على خطى الملاعب الكبرى المغربيه كتكلموا على الملعب اكادير ملعب مراكش وكذلك الملاعب العالميه. حنا راه صافي كنقدروا نقولوا على اننا بدينا او دخلنا في العالميه، خاصنا نشوفوا ديما كاتريام مونديال تروازيام اولمبياد، غنظموا الكان، غنظموا الكوب دي موند، نظمنا كوب دي موند للانديه. كنظن على ان الملاعب ديالنا خاصها تكون كامله مكموله، ونتمنى على ان دونور يكون واجد قبل كان 2025. ما يمكنش اننا نحرموا الجماهير الافريقيه من هذه المعلمه التاريخيه ومن هذا المركب التاريخي او الملعب الرعب كيف ما كيسميه البعض. واخر فينال شهدوا كان بين الوداد والاهلي، والعالم شهد على هاد الاول وداد وصن داونز عفوا في نهائي السوبر ليغ، واللي عرف ازيد من 10 ملايين متابع لهذا الفينال اللي كان هنا في دونور. كنظن على ان هذا الرقم بحد ذاته كيتكلم على نفسه. كنتواجدوا امام دونور متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في هنا حيث المعلمه التاريخيه دونور بدات كتدار المعالم ديالها او الهندسه الجديده ديال هذا المركب هذا كيف ما كتشابه معنا مشاهدي قناه شوف تي في. هنا من امام مركب محمد الخامس وفي صور حصريه وغتشاهدوها فقط على شوف تي في. كنشوفوا متابعينا الكرام مركب محمد الخامس او دونور بدات كتبان الملامح ديالو الشكل الهندسي الجديد اللي غيكون فيه ان شاء الله.